هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. تحياتي لكم. اليوم جايب لكم هذا اللبن. والله اول شيء نبلش شباب بالصيد. يوم انا رايح للشغل فباقي اخوي بالبيت، صدنا عذني 2 متر 3 هاي الزاجة تريد تشلع. المقطع اللي قبل هذا المقطع من خبطنا تور وحمر، حمر خبطت بالتور ماتي ونامت ويانا. اليوم رجعنا لزمنا هذا الشامل من نفس الطيور، وهذا الاحمر المكعكل. تمام، حافي مكعكل هذا شباب، جماعة الدورة متطورين. هذا حافي مكعكل وهذا الشامل ايش قد ما اعرف. وهذا الشامل يبقى هاي، شوف كان عند دلت الباب تطلع. شوف ذني لازميهن والله من هذا يمنا حربنا. هاي اثنين انا بالشغل ولا ما ادري، هسه رجعت ودي يسولف لاخويا. هاي قضية. القضية الثانية شباب، ما ادري شلون اصارحكم والله بالموضوع. اي والله شغلة شوية تعبانة. هاي اللي بقت بالفرخة. والله شباب ما اعرف شو الموضوع. بقيت 10 فرخات. تالي ما تالي راح يبقى عندنا 4 طويرنيات، وهذا هو. يعني حتى ما ادري وين راح. يعني شاكل وقعد جوزيم هذا الجيراني فد 2، بس هاي 10 باقيات بس. حتى باوعت اليوم قلت ثاني مرة ما ادري. تعال انت على شنو بعد مشكور، بس خلي افتح اشكال هذا. شباب يعني شغلة ما اعرف والله، 10 فرخات باقيات بس. قبلكم والله ما لحقت اطيرهن. الطيره اللي كانت هنا الارفليه، اجيراننا مو مطيره. الطيره اللي كانت هنا الارفليه اللي تراتيها ناعمه بعتها احد الاخوه، من بقى الطيره وفحل. الكل راح تقول هذا الفحل هاي الطيره، بس لا، هاي الطيره هذا الفحل. طبعا هاي الطيره نمبر 1 شباب، هاي اختها ماكو، هاي انقطعت. شوف شلون لغلوغ بيها، شوف التركيه شلون بيها لمعه دهن الطيره تخبل. وهذا الفحل، الفحل هم حلو بس مو مثل الطيره. الفحل يخبل والله شباب، 2 7 تخبل السبعه مالت. هاي طيره بعد شلون هاي جت طيره. فبعتها لذيش الطيره، بقيت ذني طيره وفحل ما شاء الله. ان شاء الله اذا طلعت لنا زوج زوجين هيك اشكال احنا دومنا ما عندنا مشكله. هاي التحديثات مال الرافل شباب. وين اللي بالماجي؟ ها عندنا ذني مفقسات. قلت لكم ذني بيضا امور. انت مو متاكد بلا بيضتين طبيعيات؟ بيضتين طبيعيات الحمد لله. ذني بيضتين طبيعيات، ذني مفقس ان شاء الله. ذني مفقسات فضل من رب العالمين وزاقات الملبنين. حلوة الأمور الحمد لله. ذني طبعا زوج 5 بـ5، طيور معادلات وطيور حلوة. يشوفون ما بيهن لمع، بس بيهن بيهن لمع حلوات. طير على الشمس يبين. هنا عندنا ملبن هذا مفقس أموره تمام، أرفلي. هنا ذني جواهن تور. وين الفرخات؟ ذني ورا هذا الرزي أبوه. هنا انا محول شباب بيضتين، المفروض هسه فقسن، المفروض هسه فقسن.
او نقرن انترهم لان شباب بيضتين مال عرافل ما اعرف فقسن لا والله ما ادري انا يعني شنو فقسن لا مو فقسات بس يعني هاليومين انا شنو عندنا لا عندنا هذا ارفلي طالع جديد ايش قد والله جنحه جنحه مخربط هذا طالع وحده معبر وحده بوحده والجنحه الثانيه همين اثنين لا اثنين بوحده بس معبر بيطلع محزم حلو حسام مكعكولته موجوده هذا امهاته لان الزوج غير مخربطه على الفحل الثاني بعت خواتم قبل كم يوم بعت خواتم قبل كم يوم يا شباب هاي الكشة مال الفرخات تصوركم من جوا هسه والناس عاد تصوركم من فوق هذا القاط الثاني هاي الكشة الثانية البارحة كشيتني شباب طشار طبعا بس اول كم يوم ان شاء الله هيك طشار باكر عقبه بعد ما عليها شيء خليني نصعد لكم من فوق نتابع نكمل اي شباب هسه شويه نعوف الفرخات شويه نطير الحبريات هاي الوديه هاي الحبريات هسه فتحت طبعا صار لي كم يوم ما نطيرها يعني بالشغل قلت اليوم ما راح اطير والله هسه فتحتها علقت لها الرايه صعدت والله هاي طارت يعني بيها مجال هم تنهزم خلينا نصعد نطير ظني مكاتيب شباب شو هاي طيرة من حالة مصيبة طخة ما حد واصل يبها مضروبة طخة ما اعرف ليش هيك ما ادري هو الفحل كان مريض الفحل استعدل وطير ما بيها شي نضرب الطخة غير اللي بحله ها شباب هذا الحبري تعبني غير الحبريه اللي حبريه شنو طير اللي بحله لو ما نطير هنا والله ما طير اللي بحله مسوي لنا هاي تصنيع عسكري هاي اللي بحلة بقيناها شباب قصب ما شاء الله قصب وحلوة شوفوا شلون الوان هذا بطخة يلا برا هذا الحبر اللي كان مريض واستعدل وما يطير ايش راحت الفحلة ذني دي يطير والله شباب الفحلة يعني مطيار زين موجود ذاك هم تار دا يرد يخبط ويا التور
احنا نريد لنا كومو والتور تجي تخبط ويانا، نريد لنا ترتيبات. طبعا شباب المسرح انشال همين، خاف احد ما عنده معلومه. اي سادات عمر، المسرح انشال، خاف يعني ما عندكم معلومه. والفرخات ان شاء الله يعني المقطع الجاي انتم تشوفون. وانا كشيتها بهذا المقطع، بس المقطع الجاي لا ان شاء الله كشت صحيحه والطيور كلها تطير. نتونس عليها. شوف هاي كوم ماتور وركت تخبط بطيورنا. هاي شوفوها، هاي كوم ماتور غريبه، وهاي طيورنا. بركة الله تشلب وحده بوحده. ما شاء الله الحبريات يعني صح قاعده صار كم يوم بس لا دي يطير. نشوف الفحله شباب همين جناحها حلو، ذيك الفحله ذيك يعني هم خفيفه وتلعب جنحين مو بس فر. يعني هاي الكوم ماتور هيات، تعال علينا تعال تعال خلينا نتونس هيات. هاي ما تشوفوها يمكن، هاي شوفوها شباب، والله قريبة من يمنا شباب. فوق هسه هاي فوق هاي تقريبا فوق هاي. وين مالتنا؟ هاي مالتنا من هنا. شوفوا لي الحلة صعدت للتور. هاي بصفنا دخبط شبي صدق كذب. مشكلة طيورنا هزيمتها شكل، وهاي الطيور ظاهر فارديها جديدة تلعب فوق اهلها، تلعب فوق اهلها شوي تتقرب وترجع. شباب طبعا الفحلة انهزمت، هاي شوفوها بقى من عندها ذني خمسة من هزمة. المهم راحت خابطة طيور، هسه وياها يمكن سبعة ثمانية وياها، مدري من جابتن وجتي. هاي تفاجأت هسه بالفحلة ذن الهزمة وجني، يعني تخيلوا أعلى من التور. يعني هسه خلاص فصلت التور ونزلت، وهسه يلا بينت الفحلة. شوف ذني ذني شو قل من عندها، شوف ذني جواني ثمانية تقريبا، ذني شو قل من يمهن ذني جابتن وجني. يعني واحد مثل الخضراوي بدني المطايه اللي خربن الغزل نزلن بني أربعة خمسة. هسه ذني وياهن والله شباب وياهن. شوف شوف اذا كنت يشق من الحافة، هلا قرب لكم شوفوا شقا طلع عندك اثنين اربعة ستة ثمانية طلع. هاي رجع منا بعد ما ترى من طير الثور ويا الحمر. ما في هاي السالفة ضح حظك هذا براس راسك الكبرى. شوف ذي شباب ملصق الفحلة ذي شغل واحد، هذا اللي طلع ثمانية وطلع عشرة ملصق. شباب وصلنا للزواجل، وين جماعة الزواجل؟ بس ان شاء الله راح نطيرهن. ما راح اطير يا شباب الزواجل لان مي ما عندهم كان، سخليت لهم مي يعني البارحة ما اعرف فيتامين منطيهم شنو مات، فخابط شي قليل فطر ساعات لقيت بي باقي شوية فاكيد مشاربات، فهسه بدلت لهم مي خلي يشربن يكملة ونرجع نطير. شباب خلي نفتح هاي التور، عندنا هاي تديها من طيرها هاي. هاي تيدية جديدة، شوف الفحلة ذي نظل طائرات خمسة وستة. خليها نفتح الفرخات مال التيادي نشبق بيهن الفرخات، لأن بقى 12 يمكن بيهن كل يوم واحد.
اثنين ديمو ما تعرف شنو السالفه. لعته اللي يطير يطير، اللي يحط يحط كيف. اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة دعش اثنعش واحد باقيات اثنعش فرح. مين ذاك بات ورجع مدري شو من روحه ورجع متوجع رجع. يعني بوعت بالبر الدعش طيرتهن من دا احبسهن لقيت هنا 12 صارن. هاي شباب اللي فحل حبستها هسه طارت والله واي شباب لان صارن يعني عددهن قليل حتى انهزمت اليوم هزمت شفتوها جابت طيور وياها بس ده تعبنا بال يعني بالمنطبوبة البرجة شوي تعبنا لان مشهول المسرح شوية صعبة ان شاء الله. هاي الحلة اللي بقيناها خاف احد ما شايفها لاني تقريبا جد بلد اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة اثنعش اربعة وعشرين فحل 24 فحل وعندنا بعد فحلين هناك بالبرج الثاني او ثلاثة ولا ما اعرف يعني كل انجز 25 27 فحل هيك شيء تقريبا اللي ذني اللي بقى هاي اشكاله حلوات والله شباب اللي بقينا هاي بس احنا يعني شوية اعمارنا هم زينة مو كبيرة يعني يمكن فحل فحلين شوية مبين بين كبر يعني الشامل مثلا هذا الفحل شوية مبين بين كبر الحلو هذا الفحل الثاني مبين بس اليوم طارن يعني طيارن حلو وادائن حلو طارن حتى يعني من حبس التور نزلتن ورجعت طيرتن هم طارن علقتن الراية والله صعدن عاد علين انا اقول لكم ذني شباب اذا نظل فد اسبوع 10 ايام على هالوضعية عليه نظلن ينهزمن يظلن ينهزمن طبعا الاجواء بدها تطلع الشمس من وقت اختلفت الامور احتمال هاليومين ثلاثة يعني الفرخات بعد نشيل تفاصيلها كلهن ولو عندنا يعني بعد الاصابه موجوده سايش نسوي يعني شباب وصلنا لنهايه المقطع خلونا لايكاتكم تعليقاتكم ان شاء الله نلتقي بمقطع جديد تحياتي لكم.